السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة أخبار 12:30 ليلا من قناة السعودية، أهلا بكم. نبدأها بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية العراق ويبحثان مستجدات الأحداث في المنطقة. أمام خادم الحرمين الشريفين السفراء المعينون لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة يؤدون القسم. خادم الحرمين الشريفين يفتتح غدا أو أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى. المملكة تدين وتستنكر انفجار سيارة مفخخة في مدينة تكريت العراقية. استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله في قصر اليمامة بالرياض فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق، كما كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض. وقد أجريت لفخامة الرئيس العراقي مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلام الوطني للبلدين. بعد ذلك صافح فخامته مستقبليه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، ومعالي رئيس مجلس الشورى وأصحاب المعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية. كما صافح خادم الحرمين الشريفين أيده الله الوفد الرسمي المرافق لفخامة رئيس جمهورية العراق. عقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود فخامة الرئيس العراقي إلى صالة الاستقبال الرئيسية بالديوان الملكي، حيث صافح أصحاب السمو والأمراء وأصحاب المعالي وكبار المسؤولين. وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريما لفخامة رئيس جمهورية العراق. حضر الاستقبال أصحاب السمو الملكي الأمراء وكبار المسؤولين.
من جهة ثانية، عقد خادم الحرمين الشريفين في قصر اليمامة بالرياض جلسة مباحثات مع رئيس جمهورية العراق، وجرى خلال المباحثات استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة. حضر المباحثات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس وزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي الوزير المرافق، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، ومعالي وزير الدولة لشؤون الخليج العربية الأستاذ ثامر بن سبهان السبهان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبد العزيز بن خالد الشمري، كما حضرها من الجانب العراقي الوفد المرافق لرئيس جمهورية العراق. تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثا لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة. سيدي خادم الحرمين الشريفين، نستأذنكم بأن يتشرف عدد من السفراء المعينين حديثا لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة بأداء القسم أمامكم حفظكم الله، وهم معالي الأستاذ عبد الله بن سعد الغريري السفير المعين لدى المملكة المغربية. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أؤدي عملي بالصدق والأمانة والإخلاص. الأستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز السحيباني السفير المعين لدى نيوزيلندا. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكي وطني، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أؤدي عملي بالصدق والأمانة والإخلاص. الدكتور حمد بن عبد الله بن خضير السفير المعين لدى جمهورية أذربيجان. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أؤدي عملي بالصدق والأمانة والإخلاص. الأستاذ وليد بن عبد الله مقيم السفير المعين لدى جمهورية البيرو. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أؤدي عملي بالصدق والأمانة والإخلاص. الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله السفير المعين لدى جمهورية غينيا. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أؤدي عملي بالصدق والأمانة والإخلاص. الأستاذ وليد بن عبد الله بخاري السفير المعين لدى جمهورية لبنان. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أؤدي عملي بالصدق والأمانة والإخلاص. الأستاذ عماد بن عبد العزيز المهنا السفير المعين لدى سلطنة بروناي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أؤدي عملي بالصدق والأمانة والإخلاص. الدكتور مساعد بن سليمان المرواني، السفير المعين لدى جمهورية نيبال. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أؤدي عملي بالصدق والأمانة والإخلاص. الأستاذ عبد العزيز بن إبراهيم العميريني، السفير المعين لدى جمهورية الجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أؤدي عملي بالصدق والأمانة والإخلاص. الأستاذ صقر بن سليمان القرشي، السفير المعين لدى دولة إريتريا. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أؤدي عملي بالصدق والأمانة والإخلاص. الأستاذ عبد الرحمن بن سالم الدهاس، السفير المعين لدى جمهورية الجابون. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أؤدي عملي بالصدق والأمانة والإخلاص. لك تشرف سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم والسفراء الذين أدوا القسم بالسلام على خادم الحرمين الشريفين واستمعوا إلى توجيهاته أيده الله. حضر أداء القسم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة لعضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير. يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله غدا أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، حيث يلقي رعاه الله خطابا يتضمن سياسة المملكة العربية السعودية الداخلية والخارجية. يسر مجلس الشورى أن يرحب بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله لافتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة للمجلس، ويسعدني أن أعبر عن بالغ الاعتزاز والامتنان للدعم الكبير الذي يلقاه مجلس الشورى من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومن سمو ولي عهده حفظهم الله. وها هو مجلس الشورى يستهل عاما جديدا من مسيرته، يتجدد معها الإنجاز والعطاء بفضل الله تعالى، ثم برؤية قادة هذه البلاد وتكاتف شعبها الوفي، ونحن نحتفل بتشريف خادم الحرمين
الشريفين لمجلس الشورى وإلقاء الخطاب السنوي. عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لانفجار سيارة مفخخة في مدينة تكريت العراقية أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مجددا التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف. ختام نشرتنا نذكركم بعناوينها: خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية العراق ويبحثان مستجدات الأحداث في المنطقة. أمام خادم الحرمين الشريفين السفراء المعينون لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة يؤدون القسم. خادم الحرمين الشريفين يفتتح غدا أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى. المملكة تدين وتستنكر انفجار سيارة مفخخة في مدينة تكريت العراقية. شكرا لكم على طيب المتابعة، دمتم بخير وفي أمان الله.